هن بالعادة يا حجي أكلاتك ريحتهم طيبة، بس اليوم غير كل مرة. الأكل اللي حيطلعوا غير شك، بس قولك بكفوا هالأكلات لكل أهل هالضيعة. قول الله يا رجال، هاو على حب الإمام الكريم يا رب. هذا المشهد ذكرني بقصة، قصة حكتلني إياه ستني وجدني من زمان كتير. أيه، قصة ريان وصاحبه. ايه تذكرتي، تعال نحكي لهم. يلا قولي يا رب. كان يا مكين، وبزمن من هالأزمين كان في زلمي اسمه ريان. ريان حدا عفيف النفس، وإذا بيموت مش ممكن يطلب من أي حد ولا أي شيء. ريان بيطلع من الصبح لآخر الليل لحتى يلاقي شغل يساعد في عياله ويعيلهن ويطعميهم. بس الأحوال ما ضلت هيك وصارت ترجع لورا، ووصلت مع ريان إنه يبيع كل غراض بيته وحتى تيابه كمان، وما ضل في عنديته إلا تاب قديم يستر في حاله. وضل على هالحالة كذا يوم لحد ما بيشوفه صاحبه وبيقول له: يا زلمي، ما أني بعرف قديش أنت عزيز النفس، بس كمان فيك أنت تطلب من رب العالمين شو ما بدك لحتى ليساعدك، ورب العالمين بعت لنا خليفة على الأرض لحتى لنطلب منه شو ما بدنا. أحوي كمان خليفة الله الإمام الحسن بالمدينة، روح اقصده وإن شاء الله ما بترجع خايف. فكر ريان وقرر يروح على المدينة لعند الإمام، وهو متأكد إنه بإذن الله حاجته مقضية. وصل لعندية الإمام وخبره قصته، وكان أكيد إنه الإمام ما لح بيرده خاي، بس ما كان متوقعه درجة كرم الإمام الحسن اللي عطاه كل شيء معه وفرج له همه وضيقته بإذن رب العالمين. هودي أئمتني، فينا نطلب منهم ونتوسلهم بكل الأوقات، وهن بإذن رب العالمين بيقضولنا حاجتنا. ايه يا رجال، بتقولي هالمرة ريحة أكلاتي غير، وبتسألني إذا حيكفوا أهل الضيعة؟ ما هو على حب الإمام الحسن الكريم. ايه والله معك حق يا حج، خلينا نقوم نشيل هالرزين يا علي.